احبابي يا اهلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم اليوم، جبنا لكم لوحه حلوه زي قلوبكم هيك، وان شاء الله كل الامور واضحه وطيبه. القلم عريض زي ما احنا بنقول، الخط على القلم عريض، كل كثير واضح، كل شيء طيب وممتاز. اليوم عندنا درس من دروس البنايه اللي هو ضمير الفاعل وضمير المفعول. هذا الناس المبتدئين، مع انه في ناس بتلخبط فيها وحتى لو مستواهم كثير عالي، راح اشرح لك على اللوح بطريقه تدريبيه عمرك ما تنساها، ما تلخبط فيها، ناخذ فيها امثله نتدرب عليها، واعطي لك كم سؤال هوم وورك. وايضا وانا بكتب راح ابعد شويه عشان اذا بدك تاخذ برنت سكرين، بدل ما تكتب تعمل برنت سكرين تروح تطلعهم، برضو الامور بتكون طيبه مع بعض. جاهزين بالورقه والقلم؟ يلا نبدا. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبابي اهلا وسهلا فيكم. ما تنسوش انه الناس اللي ما قدرتش تسجل بكورس نون، فتحنا لكم كورس، لقينا لكم حل لكل الدول، وين ما كنت تقدر تسجل، وحتى لو ما عندك بطاقه بنك ممكنك تتواصل معنا، تاخذ رقم تليفون وكيلنا في بلدك وتسجل. التسجيل راح يخلص قبل 13/2/2021، فسارع بالتسجيل. درس اليوم جدا مهم، ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. ايش هي بالمختصر؟ ناخذ امثله معها، الموضوع كثير بسيط بس ركز معايا. أنا ضمير فاعل معناها بيحل، يحل، ضمير الفاعل يحل محل مين؟ برافو عليك، يحل محل الفاعل بشكل بسيط جدا. طيب ضمائر المفعول ايش؟ يحل محل ايش؟ بصوت عالي، برافو عليك، المفعول به. المفعول به، يعني زي ما احنا بالعربي بدل ما اقول اتصلت بأحمد بقول اتصلت به، ضمير مفعول. لما أنا بدي أقول أحمد أكل التفاحة أو هو أكل التفاحة، هذا ضمير فاعل. He ate the apple، أو بنقول أحمد ate the apple. هذا هو الفرق بشكل بسيط. في عنا سبع ضمائر، نكتبهم على اليمين وعلى اليسار، نكتبهم على اليسار. طلع معي الضمائر السبع، عندي I، نبدأ من I، بعدين عندي U، إن شاء الله خطي يعجبكم، بعدين عندي أحطهم مع بعض، أحطهم تحت بعض، He وشي وات، وبعدين في عندي وي وذي. ايش ضل؟ كم واحد صار؟ 1 2 3 4 5 6 7، ان شاء الله ما كنتش نسيت حاجه. هدول الضمائر السبعه، هدول ايش الضمائر اصلا؟ هدول هم اللي انا بقول عنه ايش؟ برافو عليك، هم هدول ضمائر، اسمهم ضمائر الفاعل. اذا انا ضمائر فاعل ايش بقول؟ بقول اي احمد. ايش بقول اي؟ بتعرفنا هي بتقول I في ضمير الفاعل، نحكي بشرح الآن في ضمائر الفاعل اللي بتحل محل الفاعل. بنقول I، نأخذ نفس المثال، بنقول I like chocolate. I like، نعمل فاصل بين الاثنين، حلو زيكم هيك. I like chocolate. هنا I إيش هي؟ فاعل ولا مفعول؟ فاعل. ممكن أنا أقول أحمد، بس هنا احمد يعوض اها، انا بحكي عن myself، احمد انا بالفعل. سيبكم من هيك. الان اما انا قلت اي هي ضمير فاعل بتدل علي انا، اي يعني انا، اي هي انا، يو يعني ايش؟ بصوت عالي انت، هي يعني هو، شي يعني هي، ات يعني هي او هو، ولكن ايش؟ لغير العاقل او لغير غير العاقل. وي نحن، ذي هم. طيب I اللي هي أنا في ضمير الفاعل إيش بتكون؟ بتضل زي ما هي، بتكون I. بقول I like chocolate. طيب you نفس الشيء، ضمير فاعل بقول you اللي هو أنت، الفاعل أنت. You like chocolate، مظبوط؟ طيب تنساش النقطة. طيب he برضو بتقول he، ولكن مع الفعل المضارع البسيط رح نشرحها مع بعض، تحط S، chocolate، he likes chocolate. She نفس الشيء، she likes chocolate. خلينا نفترض انه كمان الكلب، بنقول it likes، برضو حطينا es، chocolate. we برضو بدل زي ما هي، we like chocolate، تمام. they بنقول عنها ايش؟ they like chocolate. هذول شرطين يعني نفس الكلمة كده تحت. وتلاحظ انه ضمائر الفاعل هي بتحل محل الفعل، هي I, you, he, she, it, we, they، we و they بس. بتعرف هي كأنها فاعل، بدل ما تحط أحمد بتحط الضمير تبع أحمد، ولما تقول أصحابي بتقول تحط ضمير تبع أصحابي، إلى آخره. رح ناخذ أمثلة. طيب
ايش قصة ضمائر المفعول؟ اي ايش بتصير وهكذا. تعال نشوف اي ايش بتصير في ضمير المفعول لما تحل محل المفعول به. اي ايش بتصير؟ صوت عالي مين بيعرف؟ برافو. يعني مي، يعني معناها هذا نقول انا المفعول به، المفعول به. ضربني هي في الاصل بتكون ايش؟ ني. ضربني، ضربني. طيب يو ايش بتصير؟ طبعا احنا المفروض ناخذ عليها هنا جون ونقول ايش هي في العربيه زي ما ترجع تطعمي. طيب اي صارت ايش؟ مي. هات ناخذ مثال، بنقول هي، بنقول او مثلا بنقول هي كولد في الماضي، هي كولد كلمني، فايش بتصير؟ هي كولد مي. اذا ضمير الفاعل وين؟ هي، هي هذا ضمير فاعل، لكن مي هي ضمير مفعول يعود على مين؟ مي يعود على اي، علي انا، وهي بتعيد على مين؟ عليه هو بضمير الفاعل. طيب ناخذ يو، يو ايش بتصير؟ ايش بتصير يو؟ يو ايش بتصير؟ بتضلها زي ما هي. يو هي من الاشياء بتضلها زي ما هي بين ضمير الفاعل والمفعول، زي ما انا مثلا بقول ضربته اللي هي حرف الهاء في نهايه الكلمه. ضربتك، عفوا عفوا، تك ضربتك. زي مثلا ايش بقول مثال؟ بقول هي كولد ايش؟ ايش بتصير؟ برافو، هي كولد يو. ايش يعني هو هي كولد يو؟ يعني كلمك، هو اتصل بك، هو كلمك. ضمير يرتك او كلمك بدون يمكن حرف الكائن هذه كده. اذا هو كلمك، هنا هو كلمني، كلمني ضمير المفعول، هو كلمك ضمير المفعول، كلمك انت، واضحه؟ طيب هات ناخذ هي، هي في ضمير المفعول ايش بتصير؟ مين بيعرف؟ بدي اقول هو او بقول انا كلمته، كلمته، ايش بتصير؟ او مثلا بقول هو، خلينا نضل ماشيين على هي، نقول ايش؟ او عشان ما الخبطكمش بدي اخلي احمد عشان هيكون اسهلكم. اذا احمد نخليه هو الفاعل اللي هو نفسه اصلا هي، مظبوط؟ طيب لما انا بدي اقول كلمه، هو كلمه حرف الهاء، كلمه هي، ايش بتصير في ضمير المفعول؟ نقول هي كولد، برافو عليك، هي كولد هيم، هي كولد هيم، فبتصير احمد ايش؟ احمد كولد مين؟ هيم، برافو عليك. ايش معنى الجملة؟ احمد اتصل به او كلمه. طيب شي ايش بتصير؟ برافو عليك، بتصير ها. ايش بتصير هي بالضمير المفعول شي؟ بتصير ايش؟ ها، ها. ايش بتصير الجملة؟ بتصير الجملة احمد ها كولد مين؟ ها. ايش يعني؟ احمد كلمها، احمد اتصل بها. طيب إذا هذا أحمد هو الفاعل ممكن نعوضه به، ومين المفعول به؟ هاي ضمير المفعول به، ضمير المفعول به، ضمير المفعول به. طيب طلع عندنا إت، إت هو إما ها للمذكر أو المؤنث للغير العاقل، وإت بتضل زي ما هي. طبعا أنا ممكن نقول برضو كمان أحمد، قصده عن القطة مثلا، أحمد كولد إت، يعني إيش؟ اتصل به أو سماه، خلينا نشوف. طيب ضل عندنا وي، وي مين بيعرف وي ايش بتصير؟ انا اتصلت بهم، بهم يعني ايش؟ هم، اتصلت بهم. ايش بتصير وي ايش؟ عفوا نو بنحكي هنا عن وي، يعني نحن، اتصل بنا. وي ايش بتصير لما تكون مفعول؟ بتصير ايش؟ بتصير ايش؟ برافو عليك، بتصير اس. فبتجي الجمله احمد اتصل بنا، احمد كولد، كولد ايش؟ كولد اس. ركز معي هناك، في شايف حد مش مركز؟ وي بتصير اس، وي في ضمير الفاعل لما بتخليها ضمير مفعول بتصير اس. ناخذ مثال، احمد هو الفاعل، اس هو الضمير المفعول به اللي عائده علينا احنا، اللي هي هم، اللي هي نحن عفوا، اللي هي جايه من وي. اخر وحده عندنا ذي، ذي بنقول هو اتصل ايش؟ بهم، بهم، اتصل بهم، وهذه اس عفوا، هذه بتصير بنا. اذا
ذي ايش بتصير؟ برافو عليك، ذم ذم. وناخذ مثال، بنقول احمد اتصل فيهم، فايش بتصير؟ احمد called them. برافو عليكم، ممتازين مركزين معي. اذا راجع الكلام اللي قلناه وناخذ كم مثال واعطي لك انت كم سؤال تحله عشان تتاكد من الموضوع. ضمائر الفاعل هي اللي بتحل محل الفاعل بشكل بسيط، ضمائر المفعول هي اللي بتحل مكان المفعول به. حلوين حلوين. تعال ناخذ الضمائر. الضمائر السبعه اللي احنا بنعرفهم هم في الاصل ايش؟ برافو عليك اللي مركز معي، هم ضمائر فاعل. ضمائر فاعل ايش يعني؟ ضمائر فاعل يعني بتحل محل الفاعل. يعني انا، يو يعني انت، هي يعني هو، شي يعني هي، ات هي وهو، هو وهي لغير العاقل، وي يعني نحن، وذي يعني هم، وهدول كلهم ضمائر فاعل. يعني بدل ما اقول بقول هي، بدل ما اقول محمد ممكن اقول هي، بدل ما اقول ساره ممكن اقول شي، اقول ماي بيرنتس نقول ذي، اصحابي نقول ذي، اقول اسرتنا بقول نحن، وي. اتفقنا؟ خدنا مثال، تعال نشوف حكاية ضمائر المفعول. ضمائر المفعول هي الضمائر اللي بتحل محل المفعول به، مظبوط؟ تمام. ايش هي؟ بدنا نشوف كل ضمير من ضمائر، ركز معي، بدنا نشوف كل ضمير من ضمائر الفاعل هدول ايش بيصير الضمير هذا بالمفعول به. I لما يكون مفعول به ايش بيصير؟ بيصير me. برافو عليك. ويو لما يصير مفعول به ايش بيصير؟ بضل زي ما هو. برافو عليك. هي لما يكون مفعول به ايش بيصير؟ هم. شي مفعول به ايش بتصير؟ ها. ات بتضلها زي ما هي. وي بتصير؟ برافو. اس علي صوتك معايا. ذي ايش بتصير؟ ذم. امسح، راح اقف على جنب، خليك تاخذ صوره للشاشه عشان راح امسح حاجه وناخذها كم سؤال. اتفقنا؟ يلا زي الاسد معاها. بعد يا استاذ، بعد يا استاذ، بدي اكتب، بدي اشوف، حس حالي في الصف. ها خد صوره، اخذ، ها بعدت منيح. هاي منيح، هاي انا تعمدت اني مسحت الضمائر عشان اشوف مين فهم معي. الان رح ناخذ كم من سؤال تطبيقي ونشوف مين بيعرف يجاوب معي. بس شو رايكم انا زبطكم هيك لوحه جديد وقصه جديده وحلتنا حاله وحطيت لكم السماعات عشان الصوت طلع رهيب. اعطوني ملاحظاتكم، تطوير وتحسين، قول لي استاذ بعد كبر خطك، زغر خطك، واضح مش واضح، اللي بدك. ناخذ امثله، ناخذ امثله. الان عندنا فقره شلت منها ضمائر الفاعل وضمائر المفعول، وبدي انا وياك نعبي في قلبها، اما نحط ضمير فاعل او ضمير مفعول ونشوف شو هو. بدي اشوف مين بحلها صح ونشوف كم فراغ، كم فراغ عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7. بدي اشوف مين بيجيب 7 على 7 يكتب لي بالتعليقات. جاهزين؟ تعال نقرا الفقره، ناخذ الكلمات اللي فيها ونتعلم. نقول there was a man، كان في راجل. there was a man، there was a man، كان في راجل. who called his sister، اتصل باخته. واضح؟ فيش عنا فراغات. الان نكمل. فراغ، فراغ space lives in another city. ايش بدي احط هان؟ تعال نشوف بالعربي ايش بالعربي، بعدين نختار بالانجليزي. بالعربي نقول التي تعيش، lives in another city، التي تعيش في مدينة أخرى. إذا ايش بدنا نحط هان؟ التي. مين هي؟ هي اللي هي ايش؟ أخته. إذا هذه مين اللي بيعيش؟ أخته. إذا هان ضمير فاعل ولا مفعول؟ برافو عليك، ضمير فاعل. طيب ضمير الفاعل للبنت ايش هو؟ اللي هي هي. هي بالفاعل ايش بتكون؟ برافو عليكم، شي. اذا الحل الصح هو شي. شي lives in another city. يكمل قال لك but، ولكن، ولكن فراغ loves to see فراغ because فراغ his youngest sister. صعبه شويه؟ لا، تعال نجاوب بالعربي. ولك ولكن فراغ يحب يشوف مين؟ علشان فراغ اخته الصغيره. المفروض بالعربي نقول ولكن هو، ولكن هو، هو يحب يشوف مين؟ يشوفها، يشوفها عايده على اخته، لانه هي، هي تكون اخته الصغرى. مظبوط؟
إذا أنا تعال نشوف but هو هو فاعل لأنه هو يحب مظبوط هو يحب إذا هو بضمير الفاعل إيش هو برافو عليك he إذا but he loves to see me بده يشوف ها إذا هي مفعول ولا فاعل اوعى بذبحك مفعول بده يشوف ها بشوفها هي طيب هي في ضمير المفعول ايش بتكون شي لا يا استاذ مالك ها ايش ها but he loves to see her برافو عليك اذا هو بيحب يشوفها ليش because هي اخته الصغيره هي فاعل ولا مفعول فاعل ولا مفعول هي تكون اخته فاعل ولا مفعول فاعل ايش يعني هي بالفعل برافو عليك because انتينا is هنا she is his youngest sister اذا الجمله ايش صار but he loves to see her because she is his youngest sister اذا he ضمير فاعل ها ضمير مفعول because she is هي ايش ضمير ايش فاعل نشوف اخر ثلاث فراغات كمل قال لك فراغ like to prepare food ايش بده يجي هنا انا اعلمك شغله كثير بسيطه وترك بسيط اذا كان الضمير في بعده فعل معناه هو ضمير فاعل واذا كان الضمير جاي بعد الفعل بعد الفعل هاي ضمير بعد الفعل بيكون ضمير مفعول وإذا إجا قبل الفعل بيكون اقطع شرك يا سبيت شفت كيف أسرار الإنجليزية كمان مرة ضمير الفاعل بيجي قبل الفعل وضمير المفعول برافو عليك بيجي بعد الفعل تعال نطبق هنا قال لك فراغ like to prepare إذا تعال نجاوب سؤالي هل ضمير فاعل ولا فعل ضمير فاعل ليش؟ إنه إجا بعده فعل يعني هو الضمير إجا قبل الفعل طيب إيش ضمير الفاعل اللي نحطه هو مين بيعرف؟ هي غلط شي غلط أوه يا أستاذ ليش غلط؟ ركز منيح لو بنحط هي ولا شي الفعل إيش بياخد؟ برافو عليك بياخد أس ولكن من إنه ما فيش أس إذن ليس هي ولا شي ولا إت إذن واحد من الضمائر I, you, we, they تعال نقول مين هم اللي بيحب يحضر الطعام يحضر الأكل مين هم بيحبوا يحضروا الأكل هم بيحبوا يطبخوا مين هم الراجل وأخته إذن هم ضمير فاعل إيش بتقول برافو عليك they like to prepare food هم يحبوا طيب and قال لك and فراغ invited فراغ for dinner تعال نطبق السر اللي علمنا يا سبيتا بنحلها بسرعة وين الفاعل هاي الفاعل اللي قبله ضمير فاعل ها واللي بعده ضمير ايش بذبحك اذا بتغلط قبل الفعل ضمير فاعل وبعد الفعل ضمير مفعول تعال نختار ضمير فاعل بقول لك and فراغ استدعوا فراغ للعشاء هنا بدي احط استدعونا نحن وهنا بحط ضمير فاعل بدي اقول هم استدعونا للعشاء مين هم ضمير فاعل هم ايش برافو عليك and they طبعا هنا مش كلمة letter small letter خربشت الدنيا اس بيتا فضحتنا قدام الاسود سبيتا وقولوا عليك هلقيت انت توسخ حالك وحالتك حال اذا and they invited me استدعونا احنا ايش ضمير المفعول لاحنا تبعوي مين برافو مصحصحين معي and they invited us شايفين محل التعليم شايفين محل التعليم لما يكون باسلوب صح بمنهج صح بتدريب صح بخليك تدخل الإنجليزية غصبا عن راسك تتعلم إنجليزي غصبا عن شيطانك على بركة القلم الجديد واللوح الجديد والمنظر الحلو قاعدين في الصف هيني حاضر هيني بعد أبعد يا أستاذ بدنا ناخذ صورة بعد خد صورة تعليم صح منهج صح طرق صح تدريب صح
واستاذ حلو بحبكم وبموت عليكم نتعلم الانجليزي غصبا عن الشيطان الرجيم. تمرين هذا كثير مهم. بدي اشوف ولا واحد بيغلط بالضمائر الفاعل والمفعول. بدي تعطوني تعليقكم اليوم، فيش اسئله واجب، بدي بس تعطيني تعليقك، ايش ملاحظاتك على درس اليوم؟ قل لي كبر الخط، زغل الخط، ابعد شويه، علي صوتك، وطي صوتك. بدي تعطوني تعليقاتكم عشان نضلنا متابعين وتظلون فيديو جديد زي الاسود. تحياتي.